الكويت تهب للجنة لبنان حكومة وشعبا ومؤسسات المجتمع المدني في صورة تؤكد مكانة لبنان في قلوب الكويتيين. فمنذ اللحظات الأولى لانفجار مرفأ بيروت سارعت الكويت قاطبة لتبادر في إغاثة ومساعدة الأشقاء في لبنان. نعم، مواطنون ومقيمون دعوا لله أن يفرج عن لبنان أزمته، مثمنين الدور الكبير للمبادرة السامية بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لنصرة البلد الشقيق. لبنان أشقانا وعزيزين علينا صراحة جدا جدا، والكارثة اللي حلت فيهم لأي إنسان لا عربي ومسلم ما يرضى باللي صار في الانفجار هذا والمأساة اللي صارت في الشعب اللبناني. أقول كل الشعب متضايق، يعني متضايقين الصراحة. يعني أمس كانت يعني مثل فاجعة، كانت يعني وايد انصدمنا من الخبر، والله يعينهم إن شاء الله. ألف الحمد لله والشكر على سلامة كل الشعب اللبناني، وألف سلامة والله يعودهم خير. وبالنسبة لمساعدة الشعب الكويتي وسمو الأمير، هذا شيء مو غريب عنه، مو ولا أول مرة. أول شعب قام بالمساعدة وبعت الطيارات والمساعدات هو الشعب الكويتي وسمو الأمير، الله يطول بعمره ويعطيه الصحة إن شاء الله يا ربي. الشعب الكويت وأميرنا أمير الإنسانية، عن جد كتر خيركم أنه أنتوا وقفتوا مع الشعب اللبناني، وأول ناس أنتوا بدرتوا معهم. مبادرة يعني مش غريب على أمير الإنسانية، هيك مبادرات حلوة، وطول عمره إن شاء الله رافع راسنا أميرنا، والله يشفي يا رب. فزعة كويتية لمساعدة لبنان، نقول الله يحفظهم ويفوق حقوقهم وكلنا وياهم والعرب كلهم والشعب الكويتي عامة ومعاهم، ونشكر صاحب السمو على مبادرته، وما هي غريبة عليه والشعب اللبناني يستاهل.